بما ذكره المداخل في الأول حاول يفسر العلمانية داير يحاول يجيب تعريف وأي علماني لما تناقشوا ما بتلقى اثنين من علمانيين اثنين تلقاهم متفقين في تعريف العلمانية أي علماني يجيك بتعريف نادر من راسه فالولد جبال وده بنطلون الجبال ده حاول يعرف العلمانيه ان هي شنو التطور وقام ذكر مثال بشنو بالتلفون زي ما علق شيخ شهاب ذكر مثال بالتلفون هو يقول ان العلمانيه هي التطور وهي الصناعه والهندسه والى اخر كويس لكن دي ما هي العلمانيه نحن ما مشكلتنا معك، احنا ما عندنا مشكلة مع زول بيخترع زول بيخترع أي حاجة تنفع الناس، ما عندنا مع مشكلة، وعندنا عندنا قاعدة في الموضوع ده، سلمان الفارسي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن كنا في بلاد فارس إذا حاصرنا العدو قال ضربنا الخنادق وكانت يعني فكرة الخندق التي نفذها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فكره فارسيه والفرس كانوا شنو؟ كانوا كفار لكن هذه الفكره ما متعارضه مع القرآن ولا مع السنه كويس؟ فالعلمانيه دي ما ياها يعني. العلمانيه بمعنى اللا دينيه دي تعريفه كده علماني يعني زول دار برمج الحياة برمجة بعيدة عن الوحيين القرآن والسنة كويس وحق؟ عشان ما يجي يغشوك يا طالب يقول لك العلمانية هي التطور لا دي ما يا ها. دي ما العلمانية لما يجي واحد هنا يقول لك الديمقراطية الديمقراطية دي متعارضة مع القرآن والسنة يقول لك حرية التعبير يعني تقول أي حاجة تسيب دين كويس معاك تكفر تقول اي حاجه ما في كلام ده في الدين دي متعارضه مع القران شنو؟ مع السنه دي العلمانيه لكن جيب لي مثال واحد ان واحد علماني اخترع له اختراع بزار السودانيين مدى عندنا كويس معاك اخترع اختراع واحد ان احنا جينا قلنا له انت كافر لانك قلت عملت طياره ولا انت كافر عشان عملت شنو؟ عملت ليك صاروخ ارض جوي عرفت كيف؟ ودي مسألة مهمة جدا لأنه العلمانيين بيجوا يعني يدلسوا ويخلطوا هذا الأمر للطلاب يصور لك إنه العلمانية التطور كويس وإنه الزول اللي عنده لحية ده زول متخلف عشان كده بيجي يقول لك الناس طلعوا القمر التلاسي في في الدقن واللحية ونحن ما شفنا لنا زول يعني داير يركب في طيارة ولا داير يعمل حاجة الدقن حماته يركب ولا حماته يطير القمر عرفت كيف؟ ما في كلام زي ده. دي, دي المساله الاولى والكلام اللي الولد جبال علماني ده كويس معاك؟ ده نتائج لشنو؟ لما قامت الثوره الفرنسيه في في فرنسا قامت كرد فعل رد فعل يعني اصلا افكار قايمه شنو؟ كرد فعل لحاله كانت حاصله لدين نصراني تسلط بتاع علماء الكنيسة ومعهم الملك يسلطوا على الشعب كويس والنصرانية دين منسوخ ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام دي دين منتهي كويس معاك الدين الحق هو الإسلام عرفت كيف لما قاموا هناك بذلوا مجهود كبير جدا في مجال البحث العلمي عرفت كيف الحكومات العلمانية في فرنسا دعمت البحث العلمي التجريبي التطبيقي فقامت ظهرت عندك شنو؟ ظهرت عندك الاختراعات ظهرت الاختراعات والقطارات والاخر من الحضارات الشيئة اللي قامت دي كلها ظهر التطور ده الصناعي والتكنولوجي كويس معاك؟ طوالي بعد ذاك العلمانيين اوروبا قالوا يا دوب احنا عرفنا انه الدين ما نافع لانه قبيل الدين لما كانوا ناس الدين ماسكين ما البلد البلد كانت متخلفه مجرد ما قمنا زحينا الدين قلنا ما لله لله وما لغيصر لغيصر وقلنا الدين هو عباره عن علاقه راسيه ما بين العبد وربه ها قالوا الدين ده بس تصلي لله علاقه راسيه يقول لك ده العلمانيين بيقولوا كده قالوا يا دوب عرفنا انه الدين ما نافع عشان كده بيجي بيقول لك شنو؟ بيقول لك الكلام ده جاء قال لك انا بمشي الجوامع كله كلام كن كُفر وما كُفر، كُفر وما كُفر. داير يطلع داير يطلع انه الخطاب بتاعنا كله شنو؟ عباره احنا قاعدين نكفر الناس يعني. عرفت كيف؟ فدا الكلام جابه من وين؟ ده الموضوع. أول حاجة الناس دي يا اخواننا أخطأوا في مسألة. قاسوا النصرانية بالإسلام، أول حاجة أي علمان هنا بيقيس النصرانية بالإسلام. لأنه بيجي من برا هناك بيعتبر إنه أي دين أنا في في حسب عقله البليد إنه أي دين معناه ما بينفع زي ما قال بتاع الشيوعيين قال الدين افيون شنو؟ الدين افيون الشعوب عنده اي زول متدين عباره عن شنو؟ زي الزول الشارب الافيون منتهي يعني ما بينفع والدين ده بيعيق اي حاجه ده فهمون كده لكن في الاسلام يا اخواننا كلام زي ده ما في فدل قاسوا بين النصرانيه المنسوخه قاسوها بالاسلام وده اكبر خطا وقعوا فيه عرفت كيف؟ ده اكبر خطا واقع فيه في المساله دي شاكر ايه بيجي لك كلام زي ده يا اخوان عرفت كيف؟ فدي مساله مهمه لابد الانسان ينتبه لها الشيء الثاني انه موضوع انه كافر ومسلم وانتم بتكفروا شوف في الشريعه الاسلاميه اللي بيكفر الله ويكفر النبي عليه الصلاه والسلام ده عندنا إن كافر اللي الله كفر النبي عليه الصلاه والسلام ده عندنا إن كافر عرفت كيف؟ والفرق بيننا وبين الخوارج التكفيرين انه ذلك بكفر الزول بها حاجه يعني وقع في مساله هي ما كفريه وبيكفروك بها عشان كده سموهم لكن كونك انت تكفر دي وارد عندنا يعني ما بيجي واحد هنا يجي جامعه يقول لك لا اله والحياه مات ويكون ده مسلم ما ممكن اصلا ده كافر ما يجيني واحد تعمل الطريقه التجانيه كويس بعض يقول قدمي فوق رجل كل ولي ده لا تجاني يقول احمد تجاني قال كده قال كرة عيدي فوق الاولياء من لدن ادم الى النفخ في الصور عرفت كيف واحد من الحيران قاعدين قال له اذا لم يقدر الله لك ذلك قال له لا يستطيع ده مسلم زال بيقول لك انا عرشها والكرسي وأنا. انا انا لسما بانيها لولا الحياء من ربي شنو نار الجحيم اطفيها قال هو الكرسي بتاع الله هو العرش كويس معك بتاع الله قال انا الفرد الكبير بذاته انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه اذا جاب انا ادم قال كلام زي ده ده كافر واي زول لو عنده عقيده بيرى انه معتقد هذا الكلام ما كافر هو ذاته فيه كلام هو ذاته عنده فيه كلام كيف؟ <تكت> لكن بيجيك العلماني يقول لك ما في بي مشكلة بين دين ودين وما عندنا مشكلة، أي زول داري يعبد ورل، داري يعبد جقر، تعبد أي حاجة عبد يقول لك حرية يقول لك ما في كلام زي ده. حرية دي ما في. والكلام ده بيقولوه بس بيوجهوه ضدنا نحن. لكن لو مسكت الشيوعي ذاته كويس معاك أو مسكت العلماني قلت له يا أخي مش قلت حرية هاي طيب رأيكم شنو؟ لو في واحد من الكيزان قاعد في الحزب الشيوعي جوا بيتخلوه؟ واحد كان شيوعي معاكم ناس فجاه كده قال لكم ده انا كوز بتخلوا؟ ما حريه قال لكم انا حريتي داير اكون جوا الحزب الشيوعي لكن اكون كوز ولا اكون سلفي بتقبلوا ولا بتطلعوا برا؟ طلعته برا هيبزل فاهم بتعريف ده ذاته <تكلم> كيف؟ اي دور في الدين ده يقول كلام برا تسلوه طوالي يجيك واحد تابع للترابي كويس معاك؟ يقول لك حريه داير تعمل ايش عيسى ما جاي، عذاب قبر ما في انا اعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كويس معاك يستهزئ بالصحابه كويس معاك يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريه يقول لما تجي تقول والله الزول كافر شيخ ده كافر, كافر. الجماعه حزب كله بكوري وا كيف تقولوا الدكتور كافر لا دي ما حريه انت إيه شيخك لما كفر وطعن في الرسول وطعن في الصحابه وطعن في القران واستاذ بالصحابه واستهزأ بالانبياء، بيقول الانبياء ما معصومين الى اخر من ذلك. ها؟ حريه، لما نجي نقول لك شيخك ذا كفر وهو فعلا كفر، تقول لا تزعل ونحن سوف نفعل ونفعل فذا فهم خطا يا جماعه، ذا فهم خاطئ تماما. عرفت كيف؟ فهم خاطئ تماما. ما في كلام زي يا جماعه في الدين. عرفت كيف؟ والكلام طويل جدا حول هذا الامر. نحن ان شاء الله تبارك وتعالى بنفتح فرصه للحوار والنقاش. اي زول عنده اسئله عنده حوار مين انصار السنه؟ في انصار السنه قاعد انصار البدعه وانصار المال الخوارج القطبين ناس ابو زيد وناس محمد الامين اسماعيل وتماش من الكرار دار تناقش تعال ناقش هنا مين يعقوب وحسان ومين كلهم ديل المجرمين ديل الخوارج دار تناقش تعال نوريك نقاش منهج المنهج بتاع جماعة أنصار السنة أو جماعة أنصار البدعة أو جماعة أنصار الدينار الكويتي كويس معاك؟ يجي يخش إلى منهج منهجكم ده منهج باطل منهج بتاع خوارج ودل فارق المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه ما عندهم علاقة بالمنهج السلف دار مناظر دار نقاش تعالين تتناقش الموضوع ده ريتها ده كيف؟ ما بيتكلموا في التوحيد بل شغالين ضد التوحيد والله قد تمام فهمت اخر واما قالها وين قالها في ابو زبد ابو زبد في شيعي هناك كبير شغال هناك مشان الشيعي دار نعمل معه مناظرة في واحد مين مجدي مين مجدي سفيان قاعد هناك قبل ما نجي بيوم لما الشباب الدراويش تاعنا صار قال لهم طبعا ديل كان جو هنا انا ما بشتغل يا زول انت ما عامل مؤتمر كامل هنا عامل مؤتمر في القاعة قلت التعاون مع الصوفية القبورية والتعاون مع الخوارج ناس عبد الحي يوسف محمد عبد الكريم قلت دار تتعاون مع ديل ضد الشيعة ان احنا صوفية لا ان احنا خوارج لا ما بتتعاون معانا مالك ريت كيف لكن انت عارف احنا شغلنا ده ده ده, ده بنشف بنشف منابع الدينار الكويتي انت عارف الكلام ده كويس عرفت الحاصل؟ اي زول شيوعي كويس معاك؟ ما يجيك واحد يقول لك انا شيوعي في الاقتصاد خليت بالك معي شيوعي في الاقتصاد هاي كافر برضه عرفت يعني كيف؟ لانه الاشتراكيه كفر بالله سبحانه وتعالى ما في حاجه اسمها شيوعي في الاقتصاد كويس معاك؟ والشيوعيه لا تستوجب الالحاد منو قال لك؟ دي شيوعيه 2017 الشيوعيه تستوجب شنو؟ لانه جماعتك علمك لما طلعوا من تحت الواطة قالوا ما زلنا على ماركسيتنا قالوا كده وماركس قال في كتاب الثورة والثورة الثقافية قال وبهذا الصَّلَطِ نحن لا نؤمن بوجود الله ما في حاجة اسمها الله نهي الله ما في لا إله والحياة مادة انت كيف؟ ثاني أي واحد صعلوك في الحزب الشيوعي طوالي وحاكم بشنو بكلام شيخه الكبير القبل ما يموت الهالك مين كده نقد اللي الحاصل وده حوار النقاش نحن ما قاعدنا شيء سيخ شغل السيخ ده ما منهجنا وده ما منهجنا شنو لانه في حاكم قاعد ما في نظام قاعد ما في حاجه اسمها تغيير بالقوه عرفت كيف؟ معلش اما في المنهج المنهج السلفي اذا حكم المنهج الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم ما في حاجه اسمها اركان ذاته أركان دي ما في، ولا بجي بشتغل لك ركن هنا، ولا في حاجة سيما الرأي والرأي آخر، وما في حاجة سيما حجب وما في حاجة اسمها جماعات، ما في حاجة سيما جامعة مختلطة، في قرآن بس وسنة. ما طيب الملك ذاك مؤلف كتاب اسمه شنو؟ الملك بتاع السعودية، عنده كتاب اسمه القرآن والسيف، كتاب مؤلفه الملك. اسمه القرآن والسيف. أنت كيف؟ ده القرآن. ما ده ارتمش في حاجة اسمها النطع والسيف. بس، الصحابة اللي كانوا بيجوا المنطقة ثلاثة كلمات بس ثلاثة كلمات ما في رابع يا إما تسلم يا إما تدفع الجزية يا إما جهاد ثلاثة حالات أنت الكلام ده كيف؟ ده دين رباني يا زول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء رسول الله خاتم الأنبياء على الإسلام ده آخر دين تاني ما في دين تاني لعب ما في تاني عرفت الكلام ده؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عرفت فده المنهج الحق يا جماعه داير تجي تناقش تعال ناقش كويس معك عندك اي هوس بيجي نوريك له هنا فرصه مفتوحه للحوار النقاش صار زونا انصار بدعه شيوعي صوفي شارب من من الصباح كويس معك ومبخرينك تمام تعال هنا كويس معك الناس قال ماسكين الكون بيجي بيستحضروا هنا انت ماسك الكون قال سيدي حسن بكم الكون متحكم ده الخدمية بتاع الاتحاد الديمقراطي ناس لما حكمنا حكمنا والناس راضين قال كويس معاك ما الضيرين قال ولا دبابة وشنو كده ما عارف كويس معاك انت شيخك قال ماسك الكون مع الله نازل انتخابات لا شنو انت طيب الناس نازل مجانين ما عندهم اي مخاخ والله ابلد ناس في السياسة اللي يسمون الاتحاد الديمقراطي كويس معاك زول فهموا كله في الفتة بس عرفت كيف؟ فرصة مفتوحة للحوار النغاش والأسئلة